أنا هسيب حضرتك تحكي القصة للمشاهدين باختصار، اتفضلي. باختصار هي إحنا كأسرة كان أب متمرد على العيشة، ما كانش راضي على اللي إحنا فيه، إن ربنا كرمه بنتين عندهم كل واحدة مرض نادر، فدايما نفس كان المرض ولا مرضين مختلفين؟ لا دي مرض، ونور عندها ضمور في العضلات وتفتت في رقبتها وفيروس ألماني، أو عندها مشكلة تانية في العظم، إن العظم بيدوب من الجسم، ما عندهاش فقرات اللي هي المشابك بتاعت الدراع والحوض والكلام من ده. إنما حبيبة عندها نسبة تأخر في الدراسة، نسبة بسيطة، وكانت بتعاني من هي صغيرة، طفلة صغيرة، كانت عندها دايما مولودة برجلها اليمين معوجة شوية، عملناها لها شلنا 4 أوتار من رجليها، وبعد كده جالها انسداد معوي، فطبعا الدكتور جراحة أخطأ فشلها، بدل ما يشيل جزء من الأمعاء بسيط شايل نص المعدة و12 سنتي من الأمعاء، فبتعاني منها لغاية النهاردة، إن هي كل شوية بيجي لها تلاصق في الأمعاء، ونروح نفكه في مستشفى دمرداش، دي كل فترة يعني مش بتيجي لها على طول، مرتين ثلاثة في السنة بتتحجز وبيفكوها، لغاية النهاردة دي بتعاني منها مع الحاجة التانية بتاعتها. فكل ده محتاج المفروض أب وأم يقفوا مع بعضيهم ويشوفوا الحياة عاملة إيه الكلام من ده. إنما هو كان دايما متمرد، بيهرب، مش عايز يشتغل، حاسس مش المسؤولية عايز كبيرة عليه، يصرف، بيخبي الفلوس دايما مننا، دايما مش متواجد معايا مع الدكاترة في البيت في أي حاجة، دايما صحاب خروج، يخبي كل حاجة مننا، أهم حاجة هو الأنا بتاعته بس، ما كانش عنده إن هو طب يعني يخش ممكن جوه حد الأسرة. يسمع حضرتك هيقول يعني إن ده خلاف زوجي، وإن حضرتك يعني الطرف الآخر غايب، وممكن تكوني أنت بتتهميه باتهامات بسبب يعني ما يحدث بين الأزواج، بالذات لما يبقى بينهم وبين بعض مشاكل. لا ما فيش اي اتهامات بيننا ما بين بعضينا ان انا اسيء ليه ولا هو يسيء ليا، لان الحاجات اللي انا بنحكيها دي ده واقع، يعني بدليل انا ان يعني هو ايه هرب اللي من حصل؟ هو هرب وساب البيت؟ لا مش هرب وساب البيت، هو حاول طبعا عنيف في المعامله معايا ومع اولاده، ما كانش فيه حته الحب الحقيقي ان هو لاسرته، كان متمرد عليها، ما كانش راضي، يعني في الناس بتبقى بتتمنى عيل صغير صحيح، حتى لو ما فيهوش اي حاجه بيبقى فرحان بيه، انما انت ربنا كرمك بولد سليم وبنتين كده. انتوا عندكم 3 اولاد. فالمشكله ان احنا نبقى مع بعضينا ايد واحده، دايما انت في جهه وانا في جهه.